عليكم صافا كي دايرين لاباس عليكم الصحه كلشي مزيان كديتو مع هاد الحراره كنتمنى تكونوا بخير سورتو الناس المغرب اليوم عندهم العيد كنتمنى تعيدوا بصحه وسلامه وطول العمر شوف بما اننا مازالين في الاجواء العيد وحنا مازالين مسافرين في الدوله شقيقه تونس الخضراء الا واننا خاصنا نديروا لهم اليوم الطاجين ديال البرقوق باللحم كما كتقول له اختي حيت عايشه على برا الطاجين بالكوك اليوم غنديروا الطاجين بالكوك ايوا مرحبا بكم معنا ان شاء الله نتوما غادي تشوفوا الوصفه كيف شنو هي غادي نوريكم المقادير اللي عندنا هنا شنو كنحتاجوا فيه مع ان الطاجين في البرقوق المغرب في المغرب راه معروف ما يحتاج ولكن مع ذلك نوريو للناس اللي ما كيعرفوش شنو كنحتاجوا فيه اما غنخليكم معنا دابا حتى نوريكم المقادير كامله شنو هي ومن بعد حنا خطوه بخطوه تنكملوا ان شاء الله الوصفه ديالنا وما تنساوش بارطاجيو معنا وديروا لنا لايكات وتبقاو وسميتو باش تفعلوا الجرس باش اي جديد ان شاء الله يوصلكم ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير يلا انتم معنا نوريكم المقادير دابا ان شاء الله ها انتم شفتوا كيما كنحتاجوا اللحم دائما خصو يكون البرقوق ولكن هذا البرقوق راه البرقوق ديال على برا ماشي بحال ديالنا هذا راه ما فيهش العظم ما غاديش نديروه في زيت ولا شي حاجه نخليوه حتى تنقرب توجد اللحم وناخذوا غير المريقه ديالو ونديروا نعسلو به بشويه القرفه والسكر باش يتعسل البصله دائما شويه ديال الربيع معدنوس مقطع كنحتاجوا المشمش كذلك نخطو به المشمش ضروري خصو يفسك شويه والزيت بلديه شويه بلديه وشويه ديال الروميه وكذلك اللوز التزيين وما نساوش المقادير ديال الفواحه ولا شنو تسميو حنا العطريه حنا المغربيه اللي هي كنحتاجوا شكنجبير البزار الخرقوم شويه القرفه الثومه والملحه غير هما هادو المكونات ديال الطاجين ديالنا اليوم ان شاء الله ها نتوما معنا تنبداو نشوفو نبداو نديرو حاجه بويجه حتى يوجد لنا ان شاء الله شكرا لكم غنسدنا اللحم ديالنا نديرو في واحد ليه نديرو الربيع ديالنا كذلك البصيلة حط مجرد صغيرة العام غادي تكفي معليش الحما الغمي غير كي خوتي خواتاتي شفت واحد الاكله هنا كيسموها توانسه وكيديروها في نهار العيد وانا ما فهمتهاش اليوم هو غادي يجي السي فوزي يشرح لنا عليها شنو هي كيفاش الطريقه وكيفاش كتصوب كيفاش السي فوزي الاكله ديالكم هذه سميوها القلايه يعملوها في سفاقس في يوم العيد هذه معناتها الاكستري تاع سميد سميد القمح يحطوها في الماء اكثر من من نهار كل مره يبدلوا له الماء تاعو لين يعمل الاكستري تاع الاميدون نسميوها انشاء لين يولي معناتها نقول احنا قدر 3 كيلو سميد يعطيوك الخليط هذا الكميه هذه انشاء احنا نسميوها انشاء مش عارف نسميوها في البلايصه اخرى انشاء سميد الاميدون حنا انشاء نطيبوه نعملوا بقدر الاكستري قداش عندك كميه نتاع انشاء تعمل عليها الضعف نتاعها ماء وسريعه التحضير معناتها 5 دقائق تحضر على على نار هاديه 5 دقائق تحضر اللي فوق معناتها يبسط بالشكل هذا سامحوني يبسط اللي فوق يبسط كيف هكا معناتها هذيك طيبه واللون نتاعها قد ما ابيض تتاكل يا اما بالعسل يا اما بالزيت الزيت البلديه دابا تسمنا العسل وهذه احنا نسميوها القلايه القلايه شنو هي معناتها هذا الحم هبره كبده وشويه شحم باش تعطي القوم تاع اللحم وتتعمل في الزيت تقلب في الزيت والماء تعملها شويه 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 فلاح وشويه ملح الاكثر الاقل وتتاكل بالمعلط بالزبيتين العباد العباد كانوا ياكلوها معناتها بيديهم تو ياكلوا بالمعلق وياكلوها اذا كانت تتاكل بالخبز وحدها الزيت ولا والحم ما غير العصيده هذه وتتاكل وحدها جينيرالمون معناتها العباد يعملوا كونتيتي كبيره يعملوا العصيده هذه نهار العيد واللي ماشي بقى له ياكلوها وحده هذه اكله صفاقسيه اكله صفاقسيه وما كيديروش توانسه كامل غير صفاقسيين لا كاين صفاقسيه عملوها وانتم اخوتي كتشوفوا هذه الاكله اللي شرح لكم سي فوزي الا فهمتوا شي حاجه انا راني وراكم ذلك ما فهمتش لعبه فيها الزيت فيها العسل والزيت في وسط منها واللحم والكبده والشحم دايره في الجناب
ولذيذة برشا. يا أنا مازال جربوها ما تنجبوش إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله جربوها ما تنجبوش. إن شاء الله ما تحصلوش. إن شاء الله إن شاء الله. خوتي تنشوفوا هاد الأكلة ديال سي فوزي كيف دايرة ونجربوها علاش لا. مرحبا بكم معنا في قلية تونسية. قلية تونسية. شخصية. أيوا. أوا خاتيدي مرحبا. خوتي خواتاتي أنتم كما شفتوا معنا الطاجين اللي درنا ديالنا مغربية هو اللحم بالبرقوق وبالمشماش وباللوز وهذا. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم ونتمنى التوانسة ديالنا يعجبهم عاد يدوقوا يقولوا لنا رأيهم شنو هو. هاهو الوصفة ديالنا دابا وجدات بصحتكم وراحتكم كاملين. خوتي خواتاتي أنتم كي شفتوا معنا الوصفة اللي درنا اليوم اللي كانت هي باللحم بالبرقوق اللي أكلة مغربية ديالنا وكنديروها في المناسبات وفي الأعياد. وبالإضافة بغيت نقول لكم على الأكلة اللي ورينا السي فوزي وشرحها لنا وخا أنا والله ما فهمتش زفتها. المهم أنتم شفتوها هي الأكلة زوينة ما عندي ما نقول فيها ضقتها عيا يشرح لي في السميد وفادي ما فهمت حتى شي حاجة. كل ما فهمتو نفوس منها العسل والزيت والحيمة ضايرة بها مي أكلة كتجي زوينة إن شاء الله. نتمنى أنكم تايات إلا فهمتوا شي حاجة من السي فوزي ديروها في ديوركم بالصحة والراحة. وكنتمنى الوصفة اليوم تعجبكم وكنتمنى تعيدوا بصحة وسلامة كما كنقول لكم ديما. وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر. ما تنساوش تشاركوا وبارتاجيو ديروا لنا لايكات وعيد في فيديو آخر إن شاء الله. حنا مازالنا في تونس قلت لكم مازال شي حوايج آخرين إن شاء الله نديروهم. يلا بسلامة عليكم وعيد مبارك سعيد.